بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا محمد ابن عبد الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الفاضلين الخيرين المظلومين المضطهدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلا، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا، وسط قبرين يا سادتي، ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين الخميسين. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد لسبع سنين، وعبد لسبع سنين، ووزير لسبع سنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. Thank you.
حياكم الله سيدنا. من المسائل الفقهية في الوضوء المسح. المسح أمره بسيط وواضح وهين. المسح يقولون مقدم الرأس، مسح الرأس مقدم الرأس، يضع يده في الوسط عرضها إما ثلاث أصابع أو إصبعين أو حتى إصبع، شنو إصبع واحد كافي، فيضع يده في وسط رأسه بهكذا طريقة ويجرها قليلا، صدق المسح كافي. ولذلك هنا من الأخطاء الشائعة، ولا أريد أن أقول شائعة لكن خطأ موجود، خطأ موجود عند البعض، يتصور أن المسح يجب أن يكون إلى قصاص شنو الشعر، اشتبه عنده بينه وبين الوضوء غسل الوجه. غسل الوجه الفقهاء يقولون من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، أما بالنسبة إلى المسح ما قالوا أنه تمسح نعم رأسك إلى قصاص شنو الشعر، لا مقدم الرأس شيء بسيط تمسح وانتهى. ولذلك أنا رأيت يعني أن البعض يقوم يسحب إيده ويجيبها يشوفها أنه يوصلت إلى وين، مرة مول يبغى يوصلها بالضبط هنا عند قصاص الشعر، غلط هذا. ليش غلط؟ لأن لا سمح الله إذا وصلت إيده إلى شوي تحت إلى الجبهة وفي ماي، وقطعا في ماي، المفترض في ماي لأن ماي الوجه، فبيبطل الوضوء، لأن بيختلط ماء الوضوء للمسح يعني الخاص بالمسح مع الماء الموجود في وين على جبهته، وهذا من الأخطاء الموجودة. لأن قلت لك أنا رأيت البعض يسحبها ويجيبها إلى هنا عند الجبهة، غلط. مقدم الرأس شيء بسيط يمسح خلاص. ولذلك الفقهاء قالوا إذا على شعره ماي يجب عليه أن شنو ينشفه، لازم ينشفه حتى يمسح. الرجل نفس الشيء، الرجل بيمسح رجوله، راحة اليد هذه شوفها، راحة اليد تحت تحت الراحة، الراحة في الأسفل، يضعها على وين اسمحوا لي، على أصابعه هكذا بهالطريقة ويمسح. ولذلك يقول قال الفقهاء أنه يمسح اليد كل اليد بكل شنو ظاهر القدم، إلى وين يمسحها، إلى المفصل على اختلاف الآراء، أو إلى قبة القدم، حتى الذي يقول إلى قبة القدم لا بس يحتاط استحبابا إلى المفصل، وبعضهم عند احتياط وجوبي بهالطريقة. سؤال، قد واحد يقول شيخنا لا أنا بس الأصابع كذي أحطها هني وأمسح، هم صحيح يعني ليس فيه بطلان إلى الوضوء أن يمسح هالشكل أصابعه، لكن هذه تحطها، هذه هي ماذا المسحة الصحيحة. أنا الآن مو متأكد، كأن هكذا الشيخ محمد أمين زين الدين عنده عرضا إلى الجوزة يعني، ولذلك لا تلاحظون البعض لما يمسح يجيبها ويجيبها وين بعد، ها مني عند احتياط وجوبه كأنه شيء من هالقبيل، إيه ولا حتى زين الدين إيه أنه هو لأنه إلى الجوزة بتصير، فبتجيبها الشكل كذيها جيبها. عموما فهي المسألة نعم في هذه الليلة. أما موضوعنا، الموضوع هذه الليلة هي الليلة الثالثة في موضوع المنهج التربوي للأطفال. الليلة الأولى تكلمت عن السبع سنين الأولى، وقلنا خلاصة المسألة هو التقرب من الطفل الرسول صلى الله عليه وآله،
والإمام الصادق وروايات متعددة يقول لك السبع السنين الأولى شنو تركه يلعب، هي خلصنا منها. زين الوسطى، الوسطى من سبع سنين إلى 14 الرسول صلى الله عليه وآله يعبر أنه عبد، عبد يعني لازم يسمعك، والعبد معناته تأمره. الإمام الصادق يقول علمه شنو سبعة، خلصنا منها هذه. عندك 14 سنة يكون أنت صقلته. لاحظوا تعبير أمير المؤمنين، لأنه قبل الإنسان أن بعد يصير قعود وصير عمره 15-16 تالي يصير شوي عاصي يقسى، يقسى. أنت في البداية لابد أن ماذا؟ أن تلتفت إلى تأديبه وتعليمه. لاحظوا التعبير من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن ماذا قال؟ قال: وإنما بني، وإنما قلب الحدث أو الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. النتيجة يقول: فبادرتك بالأدب والعلم والتربية، فبادرتك بالأدب. متى؟ قبل أن يقسو قلبك، بعد ويشتغل لبك، لأن إذا كبر صار 15-16 سنة كما سوف نبين حين تصير عنده متغيرات، هاي بعد صعب بعدين إذا تتعامل إياه، إذا أنت ما أسست شنو إليها من قبل. أنا شوي هذه يمكن هم ذكرتها ما أدري يعني، حتما إلى الأخوات يكون يلتفتنا إلى هذه المسألة. وأنا متأكد يعني يمكن ذكرت موضوع هنا عن الحجاب مرة من المرات، اتصلت إحدى الأخوات قالت شيخنا، لا مو من المرخ، لا اتصلت مو من المرخ، لا مو من المرخ، اتصلت فقالت شيخنا، أنا أنصافا هي امرأة بس بعد ما قلت لها أنت من وين سيدنا، هي امرأة لكن ما ظهر أنها من يعني مش اسمها، بس عموما فقالت شيخنا بنتي عمرها 13 سنة وداخلة في 14، وكل ما أقول لها تحجبي مي راضية تلبس حجاب، وأنا أريدك تكلمها حتى تقنعها، فتقدر تتكلم إياها في التلفون؟ قلت لها قبل لا أتكلم أنا عندي سؤال. إليش؟ شنو السؤال؟ قلت لها يا أختي أنت متى بديتين إياها في الحجاب؟ قالت شيخنا من زمان، احنا صار لي 4 أشهر. الله الله، من زمان عندها 4 أشهر وأنا أقول لها؟ قلت لها ما تحكي أنا 4 أشهر، قلت لها يوم عمرها 6 سنين و7 سنين و8 سنين دربتينها على الحجاب؟ قالت لا تو صغيرة. آه. شوف الخلل، يوم صار عمرها 13 سنة جت بتعلمها. لا هذه طافت، هاي الآن تستعصي. ليش الإمام الصادق عليه السلام قال إذا ابنك عمره 10 سنين اضربه على شنو؟ على الصلاة إذا شفته ما يصلي. السؤال زين، هذا مو مكلف، ما ينتظرك الإمام لين وصل ابنك إلى التكليف بعدين تقول له تعال بعلمك، لا هذا قبل أن يوصل 14 و15 يكون أنت قاعد شنو تعلمه، لأن لين وصل عمره 14 و15 سنة بيدخل مرحلة غير، مو أنه مرحلة ما فيها تعليم، فيها تعليم الآن، هاي اللي بنذكر الليلة. إذا وصل 14 مو ينقطع التعليم ولا ينقطع الأدب، بس راح تصير مرحلة جديدة. شنو جديدة؟ جديدة لنمو الطفل، لأن هذا الآن هو الطفل راح يدخل في مرحلة غير. شنو هاي المرحلة اللي أنت نعم سيدنا ما اسمع ها البنت أولى، هذا محل الكلام يعني، لأنه المفروض قلنا احنا في 6-7 سنين، هذا الكلام الآن في الأولاد، وهذا ينطبق الكلام على البنت أيضا، يعني الكلام الآن حتى على البنية، لكن البنت
ليش كلفت عمرها 9 سنين والولد إلى 15 و14؟ الفارق شقد؟ طبعا مو لأن أنا لا أريد أن أدخل الآن في قضايا فسيولوجية وأمور، مو لأن البنت مثلا بعض الأحيان قد يقول لا لأن البنت أفطن، لأن لا، هذا درءا للفساد. أنا لا أريد أدخل في هذا المجال، ليش 9 وذاك 15؟ ليش ما خلوه؟ درءا للفساد، درءا للفتنة، لأن هذه البنت عمرها 10 سنين تشوفها شنو ناضجة، يعني مهيئة حتى للزواج. سابقا أمهاتنا كم يتزوجون؟ 12 سنة، 9 سنين الزهراء سلام الله عليها. لكن الشاب لا، عادة يوصل 18 سنة تشوفه حتى يتزوج، ما يتزوج عمره 12 سنين. هذه درءا للفساد والإفساد، هذا مو محله. لكن محل الكلام بالذات الولد الآن، وهذا يجري على البنت في تعليمها، في التعليم نفس الشيء يجري إليها. وبالتالي وصل عمره 14 سنة يصير عنده تغيرين أساسيين. التغير الأول اللي أنت ما لك دخل فيه بعد، لكن أنت في وجه النص، التغير الجسدي. شلون التغير الجسدي؟ التغير الجسدي أول شيء مثلا بيبدأ بيطلع عنده شعر، شعر في الأبطين، شعر في العانة، فبيبدأ تغيرات، هاي يسمونها تغيرات. بيبدأ نعم في خشونة الصوت، بيبدأ في النمو المتسارع. يعني أنت طفل عمره 7 سنين تركه سنتين لا تشوفه، بيصير عمره 9 سنين، هذا هو ما تغير ذاك التغير. لكن تعال إلى ولد عمره 14 سنة 15 سنة تركه سنتين لا تشوفه، وتعال لي عقب شنو سنتين وش بتشوف؟ أوه صار طوش طوله، صار عنده خط في لحيته، مو صحيح؟ ولذلك كل نعم العلماء يقولون أن هذا الولد اللي عمره 14 و 15 سنة خلال سنتين بيشوف التغير الجسماني المتسارع عنده، الشعر يطلع، اللحية تخط، خشونة الصوت، أمور البلوغ، هذا يحتلم، تشوف نعم صار أمور متغيرة في الجسم. شلون تتعامل إياها؟ تتعامل إياها أنت مالك بعد صوته خشن، شو مثلا طلع شعر، طلع ها يكون أنت أسست له في التعليم، ها يا ولدي هاي الشعر زين، ترى أسبوعيا تنظف شعرك، ها توجهه. نعم إذا شفت أنت بلل عليك قعدت من الصبح يقول أنا أستحي وده التعليم، قلنا إحنا 7 سنين عنده، عمره صار 12-13 سنة بيعلمونا في المسجد، بيقولون ليه؟ نعم بيفهمون المسائل، يعني ما بيصير عنده شيء جديد. البنت كذلك، البنت قد 9 سنين 10 سنين تجيها العادة، تشوف دم تنزهق، هذه إذا ما عندها خلفية. هنا وظيفة التعليم، الأم والأب. طيب إذا هذا التغير الجسماني ملحوظ، بس أنت مالك دخل غير التوجيه. تجينا المرحلة الأهم والأساسية، التغير النفسي، التغير الداخلي. شنو التغير النفسي؟ التغير النفسي أمران. الأمر الأول التغير من جهة الاستقلال، أن هذا الولد لما يصير عمره 14 سنة و15 سنة راح يشعر شنو؟ بالاستقلال، يعني بأن يرى نفسه رجال، يشوف نفسه الآن يعتمد على روحه. ولذلك في البيت، في البيت هذا الولد اللي عمره 14 و15 سنة كلمة والثانية ها قال شي شايفينه صغير؟ خب أنا أب وانتو آباء، يحصل كذي ولا لا؟ هاي دائما تعال شي أنا صغير، رجال لا تتأخر، شو شايفيني الآن؟ ما أبغى أتكلم عن الخطأ أن خطأ له، بس هو هالشكل. ولا تتضايق أنت كأب، لازم تتعامل. الحين هني يدخل مرحلة غير مرحلة الرجولة، مرحلة التفكير، مرحلة نعم أنه يرى نفسه،
هاي المرحلة اللي يبغى يشوف هو يختار إلى فلان صديق. يمكن أنت عمره مثلا 7 سنين 8 سنين 9 سنين ها نعم بتلاحظه يروح يداك. الآن هو يبغى هو يختار هو يختار هو يشوف. وبالتالي أيها الأحبة هاي المرحلة يصير عنده تغير شنو؟ تغير الاستقلال النفسي. هاي واحدة. اثنين يصير عنده حالة من النظر في الاهتمام إن صح التعبير نعم بتعبير الحاجة إلى التقدير. هو يريد أن يرى نفسه أنه مقدر عند الآخرين. هو صار ما يفهم ده الحين 14 15 هالة إن جبت أنا علامات زينة شلون أبوي يقدرني يودينا عمره يطلعنا سفرة شيء لو لا. ولذلك في هالمرحلة دائما تصير عند مرحلة شنو؟ مرحلة أنه يحتاج أن تقدر أنت تتعامل إياه نعم بتعامل الاحترام والتقدير. تقدره بطرق معينة جيب لي هدية تقول لي احنا علشانك لأنك انت شاطر احنا بنطلع سفرة نوديك العمرة بنروح العراق مثلا يعني. المهم بطريقة وأخرى يحتاج إلى حوافز تشجيعية يشجع هذا الابن نعم على ماذا؟ على علمه وجهده وأخلاقه. يحفظ صورة شجعة تجيب له هدية وهكذا. أساليب متعددة بس محل الكلام مو هنا. هذا ما ليش هو مؤثر في التربية بس القضية الآن بالذات شنو مطلوب مني أنا كأب في سن من سن 14 إلى 21 بينمو جسميا. هو راح يصير عنده حالة من الاستقلال وانت قلت لك لا تتضايق منها لا تقول انه لا والله شلون هذا يقول لي بكيفي خلي يقول. لو قال مثلا لا انا اشوف هالشكل عطى 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 نوع من الاخذ والعطاء. هاي 18 سنة بيختار رئيس وزراء مو كذي؟ 18 سنة له حق الانتخاب او 21. ايران 18 سنة نزلوا من 21 إلى 18. بعض الدول 18 سنة. بس عموما هذا معناه استقلالية عنده في التفكير. انت كأب لا تتضايق زين. نعم وظيفتك متركزة في امرين انا راح اطرحها من الرواية. الرواية عندنا متعددة في اللسان. الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله اللي قريناها في صدر المجلس شنو يقول؟ يقول النبي وزير لسبع سنين. وزير قلنا أول قال شنو؟ أول سيد بعدين عبد إلى 14 بعدين من 14 إلى 21 وزير. النبي حكيم ترى. تدري يعني شنو وزير؟ النبي هو يقول وزير لأن الوزير يحتاج إلى أمرين وإلا هذا الوزير يصير من أكبر الحرامية. كيف؟ هذا الوزير لازم جهاز مراقبة. هذا الجهاز المراقبة في البرلمان الشعب لازم يراقب الوزير يشتغل صح لو لا. هذا الوزير مضبوط قايم بالمهمة لو لا. عنده تقصير لو ما عنده تقصير من يشوفون عنده تقصير البرلمان سيدة استدعوا قال تعال أيها الوزير عندنا محاسبة إليك. مو صحيح؟ هاي البرلمانات كذي الراقية يعني. زين إذا والله لا شافوا عنده ها ديفرنت مثل ما يقول أجانب ها تغيرات في الميزانية قعدوه قالوا تعال المناقصة الكذائية كذا إيش وين الباقي يحاسبونه. يحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى شنو؟ إلى محاسبة. الوزير كذي الآن عندنا إحنا دولة. هذا الوزير بالله إذا جاء وزير صار وزير الإسكان قال له تعال أنت يا رجال صير في وزارة الإسكان. إيه بالشوفة ليش ما صير وزير؟ زين جف الوزارة لا رقابة لا برلمان يراقب لا جهات تراقب. إذا ما في مراقبة هذا شنو بيسوي؟ بالتالي ديك الأرض خلوها لي وهذيك الأرض كذا. ولذلك ما في وزير يدخل في وزارة الإسكان يطلع إلا وعند الأراضين والبلاوي.
عدل أو معدل؟ مو هذا اللي صاير؟ وإذا نعم إجي وزير أو رئيس وزراء أو غيره أراضين شاسعة تؤخذ. هذا ثبتت الوفاق لو لا؟ هذا مو من عندي أنا، ارجع إلى تقريرات الوفاق وشلون أن الحكومة اعترفت. وإذا أراضين من المرفأ المالي وغيره بدينار، عدل مو عدل؟ لأن ما في رقابة. ابنك شوف النبي شلون دقيق صلوات الله وسلامه عليه رسول الله، يقول هذا الولد من 14 إلى 21 وزير. شنو معنات وزير؟ يعني أنت كأب يحتاج أن تراقب ابنك، ويحتاج أيضا أن شنو؟ أن تحاسب ابنك. فهذا يحتاج إلى المحاسبة، ويحتاج إلى شنو؟ إلى المراقبة. هذا الابن 14 سنة يكون أنت صقلته، علمته، أدبته كما قال الإمام أمير المؤمنين، فأدبتك، بادرتك بالأدب. إذا تأدب هذا، ها اجهني جهة المراقبة وجه جهة المحاسبة، وبالتالي تستطيع أنت من خلال هذه القضية أن شوي تتحكم في ابنك. ليش مراقبة ومحاسبة؟ لأن في ظله، مو معناته 14 سنة وقف التعليم، له بيتعلم الآن، بس لأن هذه المرحلة مرحلة خطيرة. هذه المرحلة سيف ذو حدين، إما تقدر أن تحافظ على ابنك أو ذاك البعيد ينفلت منك، ينفلت. الإمام الصادق شنو قال؟ ما قال وزير، والتعبير دقيق أيضا، قال اتركه سبعة وعلمه سبعة. من يقول لي الرواية؟ وصاحبه سبعة، اجعله صاحب إليك، اجعله صديق. روح ارجع إلى الصداقة والمصاحبة. الصديق إذا ما يحاسبك وما يراقبك هذا مو صديق صح، لأن الصديق يحمل هذين الأمرين. يعني شلون يراقب؟ جاسوس؟ لا، مو المراد. ولا أبغى أدخل الآن الأب كيف يراقب ابنه، بعد يحتاج بيان ومحاضرات كذا. لكن الكلام هنا أيها الأحبة، افترض أنت عندك صديق، دخلت المجلس شاف منك غلط، خطأ في المجلس، ها هو قاعد يراقب. يعني شلون يراقب؟ لأنه أنت صديقه، الصديق هو أنت وهو كأنا. وبالتالي إذا شفت خطأ قل له ها يا فلان ترعات في المجلس، لا ما عجبتني، شلون؟ إيه لاحظ كذا، لاحظ كذا، تحاسبه وهو يحاسبك وهكذا. الولد هالشكل اجعله كصديقك 14-15 إلى 21، معناته توجه إليه النقد، المصاحبة، الرقابة. ولذلك نعم الوظيفة الأولى أيها الأحبة على عاتق الوالدين. ليش؟ لأن إحنا عندنا المؤثرات، وهذا موضوع بعد قلت لك، لأن تربية الأبناء مو بس هذا اللي أنا ثلاث ليالي، هي تحتاج أكثر. شوفوا المؤثرات عدة عوامل. المؤثر الأول البارز والنموذج الأقوى هو الأب والأم. هاي الأب والأم صدق إذا تقربوا إلى البنت وتقربوا إلى الولد، نعم يستطيعون، نعم أن يصنعون ولد شنو؟ جيد، صالح، يعني جيد، حركته كذا زين. بعد من ضمن المؤثرات في التربية، المؤثرات المهمة جدا عندنا وين؟ عندنا البيئة الخارجية. هاي البيئة اللي برا، الفريق، زرانيق، ها نعم باصطلاحنا الأحواط، هاي كلها شنو؟ بيئة برا خارجية. هاي الولد يمكن يروح يلتصق، هاي شلون انت بعد تتصرف؟ هاي كلها بيئة. انت أب وأم، هاي المؤثر الأول. المؤثر الثاني البيئة. المؤثر الثالث الأصدقاء والصحبة. قلت لك هذا يصير عمره 14، الحين راح يشوف إياهم جماعة، أصدقاء، هاي طلبة في المدرسة، أصدقاء برا في الديرة، هذا يمكن يفكر بتفكيرات. بعد المعلم، هاي من المؤثرات، هاي المعلم بيستمر إياه
خصوصا الآن في المنهج التربوي وهو منهج صحيح يعني، لكن فيه خطورة أنه مربي فصل يسمونه، مو مربي فصل، يعني هذا المدرس بظل إياه من الصبح إلى متى؟ إلى الظهر تقريبا، يعني مدرس واحد في درسه يومية 6 ساعات راح يبقى عنده، هذا جدا مهم. فالمعلم هاي كلها مؤثرات، لكن المؤثر الأول والنموذج الأبرز هو من؟ الأب والأم. أنا أجيب رواية حتى بس لا أطيل. إذا صار عمره 21 سنة، 21 سنة، أنت بعدين شوف هاي 21 سنة شلون ولدك؟ زين؟ روح المسجد مصلي كاف حاله، ولد صالح مو عاق، الحمد لله. احنا ما نبغي آية الله، احنا نبغي انه والله لين نعم مؤدب صالح مستقيم بعيد عن المحرمات، هذا الامور الاساسية، ان تجعل ابنك ابنا شنو؟ صالحا، يعرف امور فقه امور دينه مثل ما قلنا احنا. طيب، اما ها اذا صار، يقول الامام الصادق اطمئن عليه، راح اقرا الروايه، واذا لا سمح الله صار عمره 21 وهو منحرف، ما قدرت انت تضبطه لاي سبب من الاسباب، هذا بعد ارجاع صعب، مو مستحيل لكن صعب. خل اقرا الروايه، يقول الامام الصادق، تفتوا الى الروايه، يقول دع ابنك يلعب 7 سنين، شو التأكيد، ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك، خلى قريب منك 7 سنين، صار كم الجميع 21 سنة. شوف تعليق الإمام، وأنا قريت إلى بعض التربويين والعلماء يأكدون هذا، يقول الإمام، يقول فإن أفلح، هاي بعد 21 سنة، فإن أفلح خير وبركة، هذا جيد راح يستقيم، يقول وإلا فلا خير فيه، يعني 21 سنة وهو منحرف، يقول بعد هذا ما في خير إذا أنت مشيت على هالبرنامج، لأن أرجاعه صعب. طبعا الإمام ما يعطي قاعدة مضطردة، مو في كل الأحوال، لأن قد الإمام هو ماذا؟ نفس الإمام، إمام معصوم يربي ابنه وكل شيء، لكن المؤثرات الخارجية خطير جدا، ولذلك تشوف حتى أهل البيت ما يعطون قاعدة عامة. أنا أسألكم سؤال، الإمام الهادي عنده ولد منحرف لما عنده؟ عنده مو؟ وهو منه جعفر، يسمونه جعفر شنو؟ كذاب. زين منحرف لما منحرف؟ منحرف. جعفر على نعم التحقيق أنه كان يشرب الخمر وهو ابن إمام معصوم، ابن إمام وهو يشرب الخمر، كان منحرفا، كان مع الحكام العباسيين، ليش؟ الإمام ما قدر يربيه، يعني الإمام ما يحسن التربية، حاشا للإمام. بس قلت لك هذا في مجال أنا ما أقدر بعد أدخل فيه، أنه يتطلب إلى وقوف محاضرات وكذا، هذه المؤثرات الخارجية، ولذلك أنت قد تتعب. المؤثر الخارجي مهم جدا أيها الأحبة، هذا يحتاج إلى تأمل. ارجع إلى عمر الأطرف، عمر الأطرف ابن منه؟ ابن علي بن أبي طالب. روح شوف عمر الأطرف وموقفه مع أخيه الإمام الحسين في وقعة كربلاء، موقف سلبي كلش، وهو ابن علي بن أبي طالب. ولذلك ليس بالضرورة، يمكن أنت تروح 21 سنة تربي ابنك، وبعدين عقب 21 سنة يروح يدرس برا، درس برا صار شيوعي، ذاك البعيد راح درس وصار علماني، وراح تشوف هاي المؤثرات. ولذلك الصقل مهم. أنا أتخطر كلمة إلى سماحة الأب الوالد القائد الشيخ عيسى حفظه الله من زمان، يقول نعم ربي ابنك وعلمه جيدا في عقائده وفي إسلامه، ثم ذبه في أي مكان في العالم، أي مكان ودخل ليروح، إذا انضبط خلاص ينضبط. عموما الكلام أكثر من هذا، وإحنا سيرتنا دائما ناخذها من آل البيت،
شاب من الشباب، نعم في ريعان شبابه، ولد شاب في مقتبل العمر، في إيمانه، في أخلاقه، في شجاعة متميز، وهو علي الأكبر. علي، وما أدراك ما علي. علي الذي كان شبيها لرسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا علي الأكبر، قدوة الشباب، مثل ما طرحنا القاسم البارحة، أن القاسم قدوة، نعم، للجيل الوسط، للذين لم يبلغوا الحلم، فإن علي الأكبر أيضا قدوة للشباب. في صغر سنه كان مطيعا لأباه، مطيعا لأبيه، كان محترما لأبيه، كان إذا جلس يثني ركبتيه كما في الروايات. اجي يوم من الأيام نصراني، على الرواية هذا النصراني يدخل إلى وين؟ يريد الدخول إلى المسجد. قالوا له أنت نصراني وهذا مسجد النبي، لا يجوز أن تدخل. قال صحيح، لكن أنا أريد أن أسلم على يدي خليفة رسول الله وهو الإمام الحسين. شنو قضية؟ قال أين الإمام؟ فدخل، فقال بعد أن سلم: سيدي ابن رسول الله، البارحة رأيت النبي إبراهيم ومعه النبي محمد. وقال لي: أيها النصراني، أسلم على يد رسول الله. فأسلمت، هذا في عالم النوم. والآن نعم أتيت حتى أظهر إسلامي على خليفة رسول الله وهو أنت يا أبا عبد الله، أظهر الإسلام. قال: أسألك أيها النصراني، هل رأيت رسول الله؟ قال: نعم يا أبا عبد الله. هذه نعم وهل رأيت يحتمل أن يكون في أثناء الدنيا، لأن خب العهد مو بعيد، يعني يمكن هذا عمره 65 سنة، وفي ذاك الوقت شاف النبي. قال له: نعم يا رسول الله. قال: أولا تريد أن أريك شبيه النبي؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. وإذا بعلي قد نادى، وإذا بالإمام الحسين نادى على علي الأكبر، فجاء علي محكم اللثام، لثامة دائما عليه، مبرقع يسمونه، مثل موسى المبرقع، هذا مدفون في قم، دائما مبرقع لشبهه برسول الله. نعم، فجاء وأثنى ركبتيه وجلس أمام والده، فقال: بني علي. قال: فداك يا علي. فقال: فك لثامك ولدي، فك لثامه. نظر إليه النصراني فوقع مغشيا عليه. قال: رشوا عليه الماء، رشوا عليه الماء. جلس. قال: أيها النصراني، أوليس هذا شبيه رسول الله؟ قال: هو عينه يا أبا عبد الله، هذا نعم شبيه النبي، هذا ما رأيته. فقال: إذن أيها النصراني، أسألك لو كان لديك ابن كهذا وأصابته شوكة، ما كنت تصنع؟ قال: أموت يا أبا عبد الله. شاب مصبح، جميل أخلاق، مؤمن، تصيبه شوكة، لا أتحمل. فقال أبا، فقال الإمام الحسين: أيها النصراني، والله أرى ابني هذا مقطعا بالسيوف أربا أربا أمام عيني وناظري، متى يا أبا عبد الله؟ قال: في كربلاء أرى ابني هذا مقطعا. وحدث كما قال الإمام، وإذا بعلي قد وقع على الأرض وهو ينادي: أبا حسين، عليك من السلام، فهذا جدي رسول الله.
قد سقاني بكأس الأوفى. ماذا قالت سكينة في رواية تقول: لما نادى علي بهذا النداء تقول: نظرت إلى أبي الحسين وإذا بي لم يستطع المشي إلى أخي علي. شلون يعني؟ فقالت: وإذا بالحسين يمشي خطوة ويجلس أخرى واضعا يديه على رأسه وهو ينادي: وولدان وعليا. حتى وصل إلى جسد علي جلس عنده وهو يقول: ولدي ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وتركت أباك لأمها وغمها. ثم تقول الرواية: مد طوله بطول ابنه علي. تأملها. حميد بن مسلم يقول: أخذ الحسين يؤن أنينا قطع قلوبنا وهو ينادي: من سمع يمك ونينا ياك وياها، ومن شبحة لعند الموت عينا. اي والله للعشرين للعشرين ما وصلن سنينك. تأملها هذه الرواية موجودة في عدة الخطيب. علي مرة يبكي ومرة أخرى يتبسم، فقال الحسين: ولدي، ما الباعث على التبسم والبكاء في آن واحد؟ قال: أما تبسمي فهذا جدي رسول الله سقاني بكأسي الأوفى وهو يقول لك: إنك سك مدخور يا أبا عبد الله، وأما بكائي فهذه جدتي فاطمة. اسمحوا لي يا سادة. اي والله، نعم، جدتي فاطمة تنظر مرة إلي ثم تنظر إلى وجهك وتضرب على رأسها وتنادي: وولدا وحسينا. أفاطم لو قلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. لكن ماذا فعلت زينب؟ خلونا بالحادثة وأسألكم الدعاء. زينب لما رأت أخاها نعم مد طوله بطول علي أرادت أن تسوي حركة حتى تنقذ أخوها، نعم، لأن الحسين نعم أخذ يؤن أنينا، ولذلك إش سوت؟ كأنها أرادت أن تنحدر من الخيمة إلى المعركة. أنا أعتقد هذه خطة من زينب. حميد بن مسلم يقول: نظرت إلى الخيمة وإذا بامرأة أرادت الانحدار إلى المعركة واضع أشر أناملها على رأسها وهي تنادي: وولداه وعليا. سألت عنها: من هذه أمه؟ قيل: لا، هذه عمته زينب. هذه زينب أم المصائب. الإمام لما رأى زينب أرادت الانحدار قام وترك عليا. وكأني عاد بالسؤال: أبا حسين، أراك تركتني؟ قال: ألم تنظر إلى عمتك زينب وهي تريد الانحدار؟ ولذلك هذا لسان الحالها: ودني يا بويا لعمتي زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال لي: يا عقلي مهجتي حجيك فراها لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين، لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح.
عن جثتك يا صبي عين شلون نار. لا قلت لمك ظل علي بالشمس مطرو، لازم تقل ان كان جبت الولد احسن، لكن بليلش الفكر يا حلو الاطباء. لا عاينت جسمك يا عقل موزع عوزة، زينب ما تقدر تنظرك يا ابن بلنزا، لكن عين الله على ضجة النساء. أولي شال المدلل فوق صدره وللخيم عا، ودمعه يهل ويصيح فتني فقد الأولى. قومي يا ليلة للولد أعد ليله وسا، وكأني بليلة نادت وولداه. وعلياه يا الله.